رياضة أردنية بامتياز، قدروا الشباب إنهم يدخلوها على بطولات عالمية وصار فيها فرق عربية وعالمية ويشاركوا في بطولاتها. هاي الرياضة اسمها التايكوان جيتسو، خليط من التايكواندو والجيتسو والجودو والكاراتي، ويعني صحيح. مجموعة رياضات الدفاع عن النفس. معنا مدرب منتخبنا الوطني لهاي الرياضة السيد ميزر القيسي، أهلا وسهلا فيك. ومعنا محمد جمعة القضاء لاعب منتخبنا الوطني، وكمان بلال أبو عيش، أهلا وسهلا فيك في دنيا يا دنيا يا بلال. ومعنا أصيل رباح الحجاية كمان لاعب من منتخبنا الوطني، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، وشكرا على هالدعوة اللي حقيقة يعني ساهمت من رفع معنويات الشباب، إنه فيه اهتمام إعلامي وخاصة برنامجكم دنيا دنيا، عنا متابعة له كبيرة بالكرك يعني. إن شاء الله إحنا بدنا بالكرك وكل محافظات الأردن، ومنحب كمان نسلط الضوء على هالشباب هدول اللي حازوا على بطولات عالمية. بس بدي أعرف شو كيف هال يعني كيف الفكرة طلعت وبطولة أردنية خلتوها توصل للعالمية؟ هي كرياضة أردنية حقيقة يعني نشكر ونصب على الدكتور حسام العميري رئيس الاتحاد العربي والأردني، هو من ساهم بوضع القانون، والآن يعني أصبحت رياضة مرموقة، أصبح عندنا اتحادات عربية عديدة، أصبح اتحاد عالمي، اتحادات أوروبية قريبا راح تشوف الضوء أيضا، وفي إنا دورة مدربين قريبا كمان بالهند، يعني في يعني أمور تبشر بالخير كبيرة للأردن، وإحنا سعيدين كأردنيين إنه الشباب هم ممثلين من أندية مثلوا الأردن كمنتخب وطني. أصيل يعني من نادم حي، ونشكر أسرة نادم حي، بلال من نادي الجنوب، محمد جمعة أيضا من نادم حي، عندنا عديد من الشباب من نادي المشيرف اللي حصلوا على الكأس هم نادم حي في اسم الأردن في بطولة لبنان الأخيرة في لبنان في منطقة صور، وكان هناك مشاركة عربية واسعة كبطولة الأندية العربية الخامسة التي استضافتها لبنان. الحمد لله يعني كانوا الشباب يعني عند حسن الظن وعند ثقتنا فيهم عالية، حصلوا على 7 ذهبيات وفضية، خليني بس وحصلوا قبل على الكأس. قبل أحكي على الإنجازات والبطولات، نعم. كيف خطرت على البال إنه يعني في 3 رياضات دفاع عن النفس عنيفة هالرياضات، بدكم يعني ليش حبيتوا تدمجوهم؟ حقيقة كانت نظرة الدكتور حسام عميري هو أنه ارتقاء برياضة أردنية تدخل قلوب الشعوب أول بداية، وانت تعرف الرياضة هي أسرع من السياسة وأسرع من أي شيء، الكل فينا الآن الكل يحب ميسي، لكن لو تسألين باقي الطفل الصغير هو من أي دولة ما بيعرف، بس يعرف ميسي لأنه لاعب مميز ولا. وهذا لا يعني سعى له الدكتور حسام العميري انه وجد لعبه رياضه اردنيه اسمها التايكوانجيتسو، اخذ شويه من التايكوندو شويه من الكونغ فو شويه من الكاراتيه شويه من الجودو، وادمجنا معهم الجمباز عشان تكون رياضه هوائيه فيها يعني فيها نكهه فنيه، والحمد لله يعني الان عليها اقبال من كل الجنسين صبايا او شباب يعني، وموجود عندنا الآن في جامعة مؤتة يعني تبنتها لمدة 3 سنوات، كان عندنا عدد من الصبايا فوق 83 صبية ما شاء الله، وعندكم فيديو أتوقع راح تحدثوا عن الصبايا كمان شوي، عندنا لاعب اسمه وسام القرالي كانت مميزة، يعني الشباب هم يحكوا عن نفسهم. طيب نحكي مع محمد جمعة القضاء. محمد إيش أنت بلشت كنت تلعب أي نوع من أنواع هاي الرياضات؟ أنا بلشت دغري في التايكوانجيتسو، ما كنت ألعب أي رياضة. وعجبتك هاي اللعبة؟ الحمد لله. قديش عنيفة؟ والله عنيفة فوق ما عندك إصابات هيك منها؟ لا الحمد لله ولا مرة هيك فكك راح كتفك إن شاء الله؟ لا هو روح من لبنان يعرج بس ما عنده إصابات بسيطة إذا بس. إيش حصلت على بطولات؟ الحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة. هاي البطولة بأي بطولة؟ في بطولة لبنان شاركنا قبلها في بطولة في العقبة دولية، وقبلها بطولات محلية. طيب هلا برضو هاي اللعبه في لها اوزان ولا اعمار ولا شو؟ نعم اوزان واعمار. ايش انت بتلعب باي حصلت عاي بوزن قديش؟ وزن 60. كم من لاعب كان معك من اي دول يعني؟ من العراق ومن لبنان. يعني فزت عليهم الاثنين؟ واحد عليهم اثنين. طيب ممتاز. طيب ننتقل عند بلال ابو عيشه. بلال انت كنت تمارس اي لعبه من هدول الالعاب؟ والله انا كنت العب حديد، يعني سمعت انه في لعبه تايكوانجيتسو وفيها حركات وفيها هوائيات في فنيات، فانه ايش حبيت انه انا اروح التجئ الكابتن ميزر اتدرب هالرياضه يعني بصراحه، يعني انه انا كمان شاركت بطولة الخمسه للرجال في لبنان. طب قديش اخذك وقت لتصير مؤهل انك تشارك ببطولات؟ يعني لعبه صعبه. سنتين. قديش كنت تتدرب؟ قديش كنت وقت تتدرب؟
بشكل تقريبا يعني بشكل يومي من ساعتين إلى ثلاث ساعات. دخلت يعني دخلت دغري جيجيتسو ولا تاكواندو ولا جودو؟ تاكواندو. لا دخل انت كنت يعني مره واحده لعبتهم كلهم؟ صعبه هاي مش لا إيه؟ لا هي لا هي مصعبة الان. هذا اللي وصلنا له الان انه احنا انتقينا حركات من كل لعبه واصبحت تدرس كاسلوب واحد. يعني بنعطي الحركه مثلا اسس السريت معها في ايش حركه جمباز معها حركه ركل معها صعبه بالضبط لانه اذا ما انت عملت هاي الدراسه مع بعض لانه ما يصير عندك تناسق عضلي عصبي بدي يصير عندك ارتداد دائما سري. طيب كمل. اها فكان يعني يكون عندنا معسكرات تدريبيه مكثفه يعني هي اول طبعا بطوله بشارك فيها عربيه. اول بطوله اول مره بتشارك فيها وحصلت على الميداليه خالص للرجالي. الحمد لله حققت الفوز وكنت مبسوط كثير يعني بتحقيق الفوز بالحصول على الميداليه الذهبيه. قبلت العلم الاردني وكنا مبسوطين كثير. تعرفنا على اصدقاء بعد كمان من لبنان من تونس من مصر من العراق خلصت وين علاقات الحمد لله. الحمد لله. طيب كمان لاعبنا الاردني اصيل رباح الحجايه. اصيل دي عمره صغير وتحت خدت الذهبية الحمد لله. وزن قديش؟ أنا تحت 53. حلو. من قديش من أي عمر أنت بتلعب ولا جديد؟ لا لي سنتين. سنتين يعني كان عمرك 14 سنة؟ تقريبا. هي هذا تقريبا أول بطولة أطلع فيها شارك برا الأردن وخدت الذهبية الحمد لله. وفي بطولة كانت في العقبة أندية عربية شاركت فيها كمان والحمد لله أخذنا الذهبية. وتعرفنا كمان على أشخاص من خارج الأردن من العراق ومن تونس ومن لبنان وكوننا علاقات جديدة. طب هاي اللعبة فيها عنف فأصحابكم هيك بحسبوا حساب وهو بحكي معاك إنه أنت يعني زلمة أوكي طويل ونحيف هيك لكن عندك القوة اللي عندك إياها مش موجودة عند بنية كبيرة. صحيح. بالعكس أنا بالنسبة لي شايف إنه الرياضة هي أخلاق. الإنسان قد ما امتد قوة يجب أنه يتمتع بأخلاق ويكون عندك صبر وعندك سعة من الصدر عالية أنه تتحمل الآخرين أنه أنت يعني بدك تعذر الآخرين تجد لهم عذر. ما أتوقع أنه أولادي أنا بحسبهم كلهم أولادي على فكرة أنه الآن يستعمل قوته هاي عندهم ثقة بنفسهم عالية أنه ما بيستعمل قوته هاي. وهذا اللي احنا بندرسه بالنادي أثناء التمرين أنه أنت بدك تتحمل الآخرين ممنوع أنه تأذي أي إنسان إلا خلينا نحكي لما يتعدى الحد اللي مسموح له فيه او انه يكون فيه يعني قوه تعادل قوتك مرتين او ثلاث يعني يكون شخصين ثلاث اربعه هناك انه يقدر يتصرف بالحركات اللي له ولكن الحركات اللي يقدر يتخلص فيها بدون ما يأذي يعني عمليه يتخلص بس. طيب نحن عندنا قلت لي 83 فتاه كمان اردنيه دخسروا يلعبوا نعم احنا عندنا الان هي بالكرك حقيقه يعني ومشكوره جامعه موتة ايام معالي سليمان عربيات فتح ابواب جامعه موتة له الرياضة الوطنية من أجل إشهارها. وكان في دراسة أنه تدخل هي أيضا بالضبط هي هون معنا اللاعب وسام القرالي مع لاعب سورية ببطولة الأفرو أسوية اللي قامت بالعقبة يعني كانت تحت رعاية عامر عبد الوهاب المجالية نوجه له تحية أيضا يعني وسام أم الأزرق أردنية حتى لو في صوت توقع هو في تشجيع من الجمهور الله يحيي النشمية النشمية ترفع الرأس يعني كان هناك تشجيع يعني شفنا تشجيع هاي عم نسمع بس كمان شفت كيف تنزل على الارض بايديها طبعا بتنزل. يوجد عندنا حكام زي ما انت شايفه هو سيدات ايضا يعني الحكم هي من سوريا يعني شايف فيها مضبوط جمباز نعم دولاب همر على فوق الراس يعني زائد اللي هو سناب كيك التيرنج الباك سايد سريت بروز اللي هو اللكم في الكمش والرمي يعني عمليه الرمي على الارض بالكرك احنا نقولها الطاح بالعاميه يعني منتشره هاي اللعبه بالكرك اكثر شيء والله بكل الاردن مشتهر ولكن احنا الله هيئ لنا اشخاص ورجالات يعني خيرين بالاردن انه يتبنوا هاي العمليه يعني ويعني اعطوها شويه اهتمام اصبحنا انه احنا نستضيف بطولات افرو اسيويه استضافه الكرك وتحديدا مدينه العقبه ونوجه تحيه لمفوضيه العقبه وشركه تطوير العقبه يعني ما قصروا معنا البوتاس العربيه الفوسفات
دائما هم موجودين معنا حقيقة، ومعي أنا شخصي يعني بهاي تنظيم البطولات يعني، وكان تنظيم حلو. الوفود العربية كانوا مبسوطين، ساهمنا أيضا بتصويت على البتراء وكانت من عجائب الدنيا السبع سنتها، صوتنا 5000 صوت اللي هو جروبات العربية والأفرو آسيوية اللي شاركت. كانت البطولة تحت رعاية أيمن معالي أيمن هزاع المجالية أيامها. يعني هاي التايكون جيتسو هي أردنية وساهمت في إن شاء الله نشر السياحة الأردنية واسم الأردن وراية الأردن عالية إن شاء الله. كم دولة هلأ صارت منضمة للاتحاد؟ والله عم معلوماتي من عند الدكتور حسام هو رئيس الاتحاد الآن، يعني في إقبال من 48 دولة عالمية عربية أفرو أسوية يعني بشكل عام، يعني نقول إنه اللي أعطتنا الموافقات المبدئية على الانضمام. في عنا العراق هو اتحاد، فلسطين اتحاد، لبنان اتحاد، مصر اتحاد، يعني الإمارات الآن على وجه إن شاء الله الشهر هذا يبين راح يكون اتحاد رسمي الإمارات، وأتمنى اللعبة. نوجه تحية كمان لرئيس لجنة المدربين العرب يعني حقيقة هو كابتن صلاح حيبة، ما قصر يعني وهو الآن يخاطب الإمارات. في هناك يعني اتحاد عربي رائع برئاسة الدكتور حسام. أيضا كمان نوجه كمان للإعلام عندنا، وكان يعني حقيقة بطولة لبنان الدولية زميلك ويعني صدام مجالي من قناة إيوان جوردن كان هو الناطق الإعلام باسم البعثة، وجهنا احنا دعوة للتلفزيون رؤية، للأسف ما وجهنا لكم دعوة لأنه يعني ما كان في تواصل، لكن بعد اللقاء هذا إن شاء الله راح يكون في تواصل. وجهنا دعوة للتلفزيون الأردني وآخر يوم اعتذروا عن الاثنين. نحكي عن البطولة اللي في بنغلاديش. بنغلاديش نعم. احنا شاركنا أيضا بطولة بنغلاديش على مدار سنتين العام والسنة الماضية، في صور أيضا. هاي شهادة أفضل مدرب أسوي أنا حصلت عليها في بنغلاديش. أخذت أحسن مدرب. مدرب أسوأ عمدار نعم 3 سنوات. هان الشباب اللي حصلوا عمر صالح القضاء وبهاء أحمد الطراوني وأحمد المصاروة حصلوا على 3 ذهبيات. هون كمان السنة الماضية اللي قبلها هاي دكتور حسام العميري كان برفقتنا رئيس الاتحاد العربي، وأحمد سمير الطراوني حصل على ذهبية، هو من طلاب جامعة موتة أحمد سمير على فكرة، وعماد حمادين ويعني محمد العنزي اشترك بها البطولة من إربد. هون برضو هون بنغلاديش نفسها. يعني هالبطولات اللي عم بتشاركوا فيها الحمد لله كلات ذهبية. الحمد لله احنا موفقين لأنه هي رياضة أردنية أسرارها إنه يعني بعدنا ما أعطينا أسرارنا كامل للناس يعني دائما متفوقين فيها. وشبابنا زي ما قلت لك يعني هم خاصة الدول اللي تشترك معنا هي مشهورة دائما بالموتاي بالكونغ فو بالتايكوندو، ولكن احنا عندنا اللي هو السر الاردني هو عمليه الكنس من الاسفل، الكمش والرمي، الدحرجه زي ما شفتي وسام وهي تلعب الجمباز، يعني هاي ما وصلت لهم لحد الان كدول مشتركه جديد بالتايكوندو. لكن عندنا دوره مدربين راح تكون بالهند قريبا، وايضا في بتونس دوره مدربين قريبا، يعني راح نعطي بعض من هاي الاسرار من اجل نكون في منافسه اقوى بالايام الجايه. طيب كوتش ميزر انت شو كنت تلعب قبل؟ أنا لاعب تايكوندو عسكري، أنا متقاعد عسكري ولاعب ملاكمة لمدة 21 سنة وبطل القوات المسلحة، والحمد لله ربي منتخب الوطن للكيك بوكس. والآن تايكوندو جيتسو يعني أول ما بلش فيها الدكتور حسام كان حط القانون وكان يعني يعمل حول المملكة الأردنية هاشمي زيارات للأندية من أجل طرح هاي الرياضة. زارني أنا بالكراك وطرح هاي الموضوع، أنا في علاقة خاصة بينه وبينه أيام العسكرية وهو أيضا كان من قواتنا المسلحة، اقتنعت بهاي الرياضة واخذت عاتقي انه انا اكون يعني عند حسن الظن في الجنوب، والحمد لله العظيم زي ما انت شايفه الاردن كامل الان يسمع هاي الرياضة من خلال الجنوب. طيب في عندنا صور للبطولة اللي شاركتوا فيها بلبنان كمان، خلينا نشوفهم. لا هذه ببنغلاديش، هون بنغلاديش، هاي بلبنان اثناء سجود الشباب على العلم وفرحتهم. كلات هذا جوائز ذهبية إن شاء الله. نعم هون وإحنا لما رفعنا الكأس هون الشباب ساجدين. طبعا رئيس البعثة كان أستاذ عبد الله ضمور يعني موجود معنا، صدام مجالي أيوب المخالف عندنا لون زهر. إعلاميين دائما عندكم هون اليوم مخالف أصفر كمان. طيب خلينا نحكي مع محمد. محمد شو بتطمح لقدام؟ والله بطمح اني ارفع رايه بلدي وايش يعني حابب تستمر بهاي اللعبه.
وبتشجع زملائك يعني اللي عندهم رياضيين هيك، ولا هي اي شخص بيقدر يفوت يتدرب بيكمل، ولا لازم يكون خلفيته رياضيه؟ لازم تكون خلفيته رياضيه. لازم. قديش بتخليك انت بتهذب نفسك من جوا كمان هيك لعبه؟ تهذب بالنفس لشكل لا يتوقع. حلو. طيب بلال، امنيتك؟ والله طموحاتي استمر في هاي الرياضه واحقق فيها الانجازات للاردن ولكل واحد انا بتمنى له الخير ودعواتهم ان شاء الله. حابب يعني استمر فيها على طول. يعني قديش بتعطيك، قديش بتريحك هي هاي الشيء؟ بتعطي تحفيز عالي يعني، تفرغ طاقاتك كلها. تفرغ كل طاقاتك فعلا، تكون متضايق ايش بتلعب هيك. تعرفي شغله اصبحت يعني، لو سمحتي لي، في شغله اصبحت مميزه وانا شاهدتها عند اهله لبلال قريبه، زرعت الغير الان. يعني حتى ابوه هو زلم كبير جعفر حاب يتدرب الان من اجل انه يكون يعني يكون زي بلال مشهور. يعني حقيقه كرياضه اردنيه انا مبسوط فيها انه تزرع الشيء السليم حتى داخل البيوت. بدي اصيل تحكي لي كلمه هيك توجهها للشباب اللي بعمرك، كلمه منك لهم. والله انا بحب اقول لكل الشباب اللي بيسمعونا الحين انه يجربوا هاي اللعبه، يلعبوها شوي، هي احسن من باقي الرياضات مثل التايكوندو. هي جمعت جميع الرياضات هاي مع بعضها، هي بتكون رياضه اردنيه كمان لما تطلع للخارج. عند التحيه لازم الكل يقول جوردن كتحيه لها. انا بنصحهم انهم يجربوا هاي الرياضه ونحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق. كابتن ميزر يعني شكرا لك على هال، شكرا لك واتاحت الفرصه هاي. ايضا كمانيت يعني حاب انا يعني اذا تسمحي لي اشكر ايضا انديتنا بالكرك المنتسبه لهي اللعبه وساهمت كبير، نادي محي، نادي المشيرفي، نادي مؤاب برئاسه الاستاذ علي طراوني، يعني حقيقه نادي سهول يعني برئاسه المهندس محمود، نادي الطيبه، حقيقه يعني ما قصروا كلهم كانديه منتسبه للرياضة ودعم الشباب. وأمنيتي الوحيدة أنه نظرة أكثر من الأردن كاملة لهذه الرياضة، لأنه هي لا تعني لميزر أو حسام العميري أو لأي لاعب من اللاعبين، هي بالنهاية هوية أردنية كهويتك الأحوال المدنية. الآن كل العالم راح يعرف هذه الرياضة من خلالك، راح تكون سفير أنت، وسفير ليس سياسي، سفير رياضة. حلو. كان لما عممها على العالم يجب من كل الأردنيين أنها تصبح لعبة شعبية بالأردن، وأطلب من وزير التربية والتعليم أنها تعمم على مدارسنا، لأنه هاي القاعدة، هاي الخامة الأساس هي العلم والأساس المدارس. مفروض أنه تكون في رياضة صباحية تعطى كرياضة وطنية تايكون جيتسو. أيضا فضائياتنا بقيادة رؤية، وهي دعوة منك ودعسبها، أن يكون لو شبه يوم رياضة صباحية على تعريف على هاي الرياضة الوطنية الهاشمية إن شاء الله. إن شاء الله. مبروك لكم النتائج المميزة، وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، وأهلا وسهلا فيكم في الدنيا. شكرا لكم.